تعرف المصيب وما ودنا الظالم ينشال ودنا الظالم ينشال وانتو سبنا علا وانتو سبنا علا جنة 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 تراب تروينا والتراب تحنينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا. عم نطلع كل جمعة في مظاهرات لحتى نحيي روح الثورة ونرجع نأكد من أول وجديد أنه نحن بدنا إسقاط النظام بشار الأسد والمطالبة في المعتقلين، ورح نضل نتظاهر. وطبعاً المظاهرة ما عتكون بس من مدينة كفرنبي، عم يجوا مظاهرين من قرى حوالي مدينة كفرنبي اللي عملوها مركزية عنا هون في مدينة كفرنبي. يا مسند حملنا يا مسند حملنا نحن اليوم جينا هون شاركنا بمظاهرة بمدينة مارع تأكيد على رفض هي التفاوض والنهج اللي اتخذته، وانه مطلبنا الاول هو اطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام، وهذا هو اول اساس لازم نتفاوض عليه. ما تبقى هو كله ضحك على اللحى من قبل النظام والمواطنه. واسال عنا حمصية واسال عنا انا حما سامحينا والله حقك علينا يا حما سامحينا والله حقك علينا انت منا والينا. في هذه الجمعة هيئة التفاوض لا تمثلنا، هناك أشخاص معينين في هيئة التفاوض فعلا هم لا يمثلون الشعب السوري ولم يكونوا على قدر من المسؤولية أثناء الظروف الصعبة التي مرت بسوريا المحررة.